السلام عليكم وأهلا بكم في الموسوعة اللغوية العربية الألمانية الأولى. هذا الفيديو هو جزء السادس من الفعل لوفن، وهو في الوقت ذاته الحلقة الثانية من اللاحقة أب إذا اتصلت بالفعل لوفن. وكل المعاني التي سنتناولها اليوم تأتي مع إست في الماضي، إلا التي نقول أنها مع هات فسنذكر ذلك في حينه، أما التي لم نذكر شيئا أمامها فهي تأتي إذن مع إست، أي أن إست هي الأصل في المعاني التالية. فالمعنى 39 يتكلم عن الناحية الميكانيكية، حيث يجري شيء ما ميكانيكيا حتى النهاية ثم يقف عن جريانه ويبقى متوقفا. فلأقول أن الساعة انتهى عمرها، أي كانت تجري حتى انفصلت في النهاية عن جريانها ولم يعد بمقدورها الجريان أكثر. دي أوا، أي الساعة. إست أبجلوفن. إذن الأصل في هذا المعنى أنه يقال لشيء جرى لفترة طويلة ثم توقف ولم يعد يجري بعد ذلك. إذن لا يشمل في أصل هذا المعنى، لا يشمل الشيء الذي تشتريه وتجده معطلا منذ البداية. والمعنى 40، الأمر يمضي وينتهي بطريقة محددة وبحذر. كل شيء مضى بسلام، أي جرى حتى النهاية بسلام وانفصل عن جريانه فانتهى. إذن المعنى هنا يتعلق أيضا بالجريان، لكنه يركز على خاتمة هذا الجريان، كيف كان ختام هذا الجري. alles، أي كل شيء. ist، يكون. ولكن بما أن في نهاية الجملة فعل ماضي، فإذن ist لا تأتي هنا بمعنى يكون، وإنما تساعد الفعل الأخير في الدلالة على الماضي وعلى أنه ماض متحرك. glimpflich، أي بسلام بدون أضرار. ثم abgelaufen، وقلنا أن abgelaufen هي ماضي ablaufen، والطبيعي أن نصوغ الماضي بإضافة g، هذان الحرفان g gelaufen. ونلاحظ أننا لم نضع هذان الحرفان قبل أب، لم نقل geablaufen geablaufen، لا، وإنما ضفنا هذين الحرفين إلى الفعل الأساسي وهو laufen، وإنما هذه الأب تأتي وتروح، تأتي وتذهب، فهي غير ثابتة، لذلك تأتي الجي مع الفعل الثابت فأضفناها إلى لوفن ولم نضفها إلى الأب، فأب تأتي قبلها. إذن هذه قاعدة مع الأفعال التي لها لواحق تنفصل وتتصل، أي المقصود إذا أردنا إضافة هذان الحرفان جي نضيفهما قبل الفعل الأساسي حصرا. والمعنى 41، ينتهي أو تنتهي صلاحيته. انتهت صلاحية جواز السفر، أي جرى. بماذا يعني الجواز جرى؟ هو لا يجري، ليس له قدمان، لكن هو بمعنى جار، أي عكس متوقف، أي عكس باطل، أي شغال، أي صالح. فجرى
حتى وصل إلى نهاية مدته فانفصل، فبطل، لأن وصوله إلى نهاية المدة يعني أنه أصبح باطلا، فانفصل عن المرحلة التي سبقتها وهي كونه شغال وجار وصالح، فانتهت صلاحية جواز السفر. نقول der Pass أي الجواز ist abgelaufen. والمعنى الثاني والأربعون يتفرع باتجاه آخر، أي يتفرع عن شيء أساسي وباتجاه هو غير الاتجاه لهذا الشيء الأساسي. فمن الطريق العام وهو الطريق الذي يربط بين القرى، قد يكون الطريق السريع للسيارات وقد لا يكون، لكن هو الطريق الذي يربط بين القرى، طريق خارجي. من الطريق العام يتفرع طريق، أي يتفرع طريق آخر، فهو يجري منفصلا عن الطريق العام، ولانفصاله عنه استعملنا أب فون أي من der Landstraße أي الطريق العام الخارجي läuft يجري ein للدلالة على النكرة وعلى أنه شيء غير محدد weg أي طريق up up إذن تعود إلى läuft وتم فصلها عن läuft لأنه لا يوجد سوى فعل أساسي واحد هو läuft لا يوجد فعل مساعد في هذه الجملة والمعنى الثالث والأربعون يسير على كامل طول الشيء بطوله على الشيء كله بهدف المعاينة والتفتيش وهذا المعنى ممكن أن يأتي مع ist أو hat كلاهما صحيح لقد قطع الطريق بكامله وما دمنا نؤكد هنا على أننا قطعنا الطريق بكامله فلكي نخبر من كان يتحاور معنا أننا فعلا قطعناه كاملا وبالتالي بحثنا فيه تماما وبشكل جيد ولم يفلت شيء من يدنا وبالتالي عثرنا أو لم نعثر على الشيء المطلوب فقطع الطريق بكامله أي قتله بحثا كما نقول في العربية قتله بحثا أي لم يدع شيئا منه يفلت فلم يعد فيه شيء كي يسير فيه أكثر لأنه مشى فيه كله وبانتباه وكان يبحث ويعاين ويفتش فلم يعد فيه شيء كي يسير فيه أكثر فالطريق بالنسبة له قد انتهى وبالنسبة له لم يعد له علاقة به فليس له فيه شيء يهمه فلذلك انفصل الطريق عنه فلم يعد في دائرة اهتماماته لذلك استخدمنا أب لأن الطريق انفصل عنه بعدما قتله بحثا وسيرا أو ركضا er هو ist den ganzen أي بكامله weg طريق abgelaufen ولماذا قلنا den ولم نقل der لأن weg هي مذكر والمذكر عندما يكون مفعول به تنقلب der إلى den كما مر معنا فهنا مفعول به لأن هو الشخص المذكر هو الذي سار في هذه الدرب إذن هو قتل الدرب بحثا أو قتلها مشيا فمن الذي قتل؟ هو قتل الدرب هو قتل الطريق فالطريق مفعول به مذكر
وكذلك الصفة. فوفق ما يعبر عنه الألماني ووفق ما يفهمه الألماني، هنا الجملة هو قطع الطريق الكامل. إذن هنا الكامل هي صفة الطريق، هكذا يفهمها الألماني. عندما نترجمها نترجمها بكامله، لكن هو يفهمها صفة الطريق الكامل. فالصفة هي في أصلها جانتس جانتس، لكن هنا أضيف لها الـN لأنها صفة مذكر وهو الطريق، وقد وقعت في محل مفعول به. أما المعنى الرابع والأربعون، فالتفتيش على التوالي، أي إن كان يفتش في عدة أمور فسيفتش في أول أمر، ثم يتركه ويفتش الذي بعده، ويتركه ويفتش الذي يليه، وهكذا. إذن على التوالي، التفتيش على التوالي عن شخص ما في شيء ما، وهي تأتي مع است أو هات، كلاهما صحيح. لقد بحثت في المنطقة بكاملها بيتا بيتا، هذه بيتا بيتا، هذا ما نقصده بكلمة على التوالي، بيتا بيتا، أي سرت في بيوتها باحثا فلم يبق مكان أبحث فيه، فانفصلت عنها لأني قتلتها بحثا. إذن المعنى السابق 43 كان يبحث في شيء واحد، هنا يبحث في عدة أشياء على التوالي، وكلها تعود لأمر واحد في النهاية، منطقة مثلا. إيش هابه، أنا ملكت، هذا لو كانت هابه لوحدها، لكن بما أن في آخر الجملة الفعل الماضي فهي للمساعدة على الدلالة على الماضي، وهي فعل مساعد، لذلك اتصلت أب بلاوفن ولم تنفصل عنها. ثم دي جانسي، أيضا هنا صفة وهي كامل بكامله، لكن هنا أتت صفة لمؤنث وهو المنطقة، والمؤنث في المفعول به لا يتغير، يبقى كما هو، فبقيت دي على حالها، والصفة بقيت أيضا تنتهي بالأي ولا يضاف لها إن أو غيره، لأن الأي تناسب المؤنث. جيجنت أو جيجنت، وهي تعني منطقة. ثم هاوس، فير هاوس، أي بيتا بيتا. وهذه الجملة بين قوسين يمكننا أن نحذفها لأنها ضمنيا بديهية، بما أننا بحثنا المنطقة كلها فهذا يعني أننا بحثناها بيتا بيتا، فيمكن أن نبقيها ويمكن أن نحذفها. ثم أبجلاوفن، والمعنى الخامس والأربعون، يستهلك شيئا أثناء المشي أو الجري الكثير. إذن التركيز الآن ليس على المشي في حد ذاته، وإنما على ما نستهلكه أثناء هذا المشي، وتأتي لذلك فقط مع هات، لأن التركيز ليس على المشي. إذن لقد استهلكت كعوب الأحذية أو كعبي الحذاء، والكعب هو المشار إليه بسهم في الصورة، أي أنك مشيت بهذه الكعوب إلى الحد الذي لم يعد هناك مجال لمشي أكثر، أي استهلكتيها تماما، أي فصلتيها عن المشي، أي انتهى عمرها. دو أنت أو أنت، هاست دي أبزيتس، وهي جمع كعب.
أي كعوب، ومفردها أبزاتس. إذن وبما أنها جمع فالجمع في المفعول به يبقى كما هو دي، ثم أبجلاوفن. والمعنى الأخير وهو السادس والأربعين بالنسبة إلى أبلاوفن، يستهلك، لكن هذه المرة ذاته. في المعنى السابق كان شخص يستهلك الكعب، لكن هنا يستهلك ذاته، النعل هو يستهلك ذاته أثناء المشي أو الجري الكثير. ويأتي مع هات، لأننا لا نركز على المشي ذاته وإنما على الاستهلاك الذي حصل خلال المشي أو الجري. لقد استهلك نعل الحذاء. إذن النعل والنعلين هما الذين استهلكا، هما اللذان استهلكا ذاتهما. لقد استهلك نعلا الحذاء ذاتهما بسرعة، أي مشيا بذاتهما بأنفسهم، مشيا بذاتهما كثيرا إلى حد لم يعد بالإمكان المشي أكثر، فانفصلا عن إمكانية المشي. إذن الفاعل هو الذي يستهلك ذاته هنا. دي زولن أو زولن، أي نعل، وهذا هو الجمع، أي نعلين أو أكثر، فهو جمع. هابن زيش. إذن زيش تعني الذاتية، تعود عليهما أنفسهم. شنيل أي بسرعة. أب جلاوفن. وفي الفيديو التالي سنتكلم عن لاحقة أخرى، إذا اتصلت بلاوفن ماذا ستزيده تفصيلا. والحمد لله رب العالمين.